مركز بوشيحة للطب البديل والعناية الجسدية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذكم بالله العلي العظيم من همزات الشياطين وأعوانهم وخدامهم. أعيذكم بالذي رفع السماوات بغير عمد والذي لا يرضى لعباده الكفر والحسد والذي ليس كمثله أحد. أعيذكم بالله العلي العظيم من كل سحر مأكول دسوه في الطعام حسدا. وأعيذكم بالله العلي العظيم من كل سحر مرشوش رشوه على أعتاب البيبان حسدا. وأعيذكم بالله العلي العظيم من كل سحر معقود عقدوه حسدا. أعيذكم بالله العلي العظيم من كل سحر مشموم. أعيذكم بالله العلي العظيم من كل سحر مكتوب كتبوه حسدا. أعيذكم بالله العلي العظيم من كل عزيمة عزموها بالبرهاتية. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر الحاسدين وشر الحاقدين وشر الناظرين وشر العائنين وشر الشياطين وكيد الساحرين.
أعيذكم بالله العلي العظيم من كل حاسد وحاقد أعيذكم بالله العلي العظيم من كل شيطان رجيم أعيذكم بالله العلي العظيم من شر العاشقين من الجان أعيذكم بالله العلي العظيم من كل سحر تعطيل عن الزواج أعيذكم بالله العلي العظيم من كل سحر تعطيل عن الزواج من كل سحر تعطيل عن الزواج بسم الله أرقيكم والله يشفيكم والله يبرئكم والله يحفظكم والله يستركم والله يجيهكم والله يحصنكم من كل شيطان رجيم استعنا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله استعنا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله العلي العظيم بسم الله العلي الكريم بسم الله العلي العظيم باسمك الشافي نستعين باسمك الفتاح تفتح به كل عقدة عطلت عن الزواج باسمك الفتاح تفتح به كل عقدة عقدوها حسدا للتعطيل عن الزواج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا
إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس
الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى الله أكبر من كل عقدة معقودة ومنفوثة عزموا عليها في حديد أو نحاس أو رصاص عزموا عليها للتعطيل عن الزواج اللهم أبطل وزلزل كل عقدة عطلت عن الزواج عقدوها للتعطيل الله أكبر يفتح بها كل عقدة الله أكبر ممن عقدت ودفنت اللهم أبطل وزلزل كل عقدة عقدوها في حديد أو نحاس أو رصاص عقدوها في بيضة عقدوها في شمعة عقدوها في خيط أو قرن عقدوها في خيط أو قرن عقدوها في الإبر والمصامير عقدوها في الحصى عقدوها من الملابس والشعور ودفنوها في المقابر والقبور خزنوها للتعطيل عن الزواج اللهم فك كل عقدة عطلت عن الزواج يا حي يا قيوم
الله أكبر ممن حسدت ورشت على أعتاب البيبان، رشت للتعطيل عن الزواج. اللهم زلزل كل سحر مرشوش، رشوه حسدا، رشوه على الجدران، رشوه على الآثاث، رشوه على الآثاث، رشوه في البيوت، رشوه في المقابر حسدا للتعطيل عن الزواج. اللهم زلزل كل سحر، اللهم زلزل كل سحر مرشوش، عزموه على الماء والحناء، عزموه على الماء والحناء، عزموا عليه بالبرهاتية، عزموا عليه بالبرهاتية للتعطيل عن الزواج. كلفوا به خداما من الجان، سكنوا الأبدان، سكنوا الصدور، سكنوا البطون، سكنوا الأرحام، سكنوا الأيدي والأرجل. اللهم زلزل كل سحر له خداما من الجان، خدموا السحر المأكول، خدموا السحر المرشوش، خدموا العزائم والطلاسيم. اللهم زلزل كل سحر عطل عن الزواج، عزموه على الطعام. اللهم زلزل كل سحر مأكولا ومشروبا، كل سحر مأكولا ومشروبا. اللهم زلزل كل سحر وضعوه في الطعام والثمار، وأكلوه وهم صغار، دسوه في المناسبات حسدا. اللهم رد كل سحر في البطون، اللهم رد كل سحر في البطون. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. اللهم زلزل كل سحر في البطون، وضعوه في الطعام للتعطيل عن الزواج. اللهم أبطل كل سحر تعطيل عطل الزواج. نسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، بسمك الفتاح تفتح كل عقدة أمرضت وعطلت عن الزواج. بسمك الرحمن الرحيم الحي القيوم. اللهم أبطل وزلزل كل سحر للتعطيل
الطين عن الزواج. اللهم أبطل كل عين حاسد عطلت عن الزواج. اللهم أبطل عينا من الصغر لازمت من التوابع لازمت. اللهم زلزلها وأخرجها من الجسد برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم أبطل سحر الأقارب والجيران وضعوه للتعطيل عن الزواج. اللهم أبطل حسد الحاسدين وحقد الحاقدين ونظرة الناظرين وسحر الساحرين ومكر الشياطين. اللهم أبطل وزلزل كل سحر في الأبدان. اللهم أبطل عينا أصابت زواجا فعطلت أو أصابت خطوبة فأبطلت. اللهم أبطل سحرا أصاب خطوبة فأبطلها أو أصاب زواجا فعطله. يا حي يا قيوم بك نستعين وبك نستغيث. فزلزل كل سحر في الأبدان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا جبار. اللهم عليك بكل جار خدم الأسحار سكن الصدور سكن البطون سكن الأيدي والأرجل. اللهم عليك بكل خادم وظالم وعاشق. اللهم عليك بكل عاشق في الأبدان عطل عن الزواج. اللهم أبطل كل نظرة وكل سفعة جان سكن الأبدان. أقسمت وعزمت بلا إله إلا الله وبأسماء الله الحسنى على هذا البدن أن يزلزل كل شيطان رجيم كل عين حاسد كل سحر ساحر بعزتك وجلالك. يا حي يا قيوم أقسمت بلا إله إلا الله على كل جان ظالم وخادم وعاشق. إلا انزويت وانطويت وانحرقت وخرجت. أقسمت عليك بالله العلي العظيم أن تخرج طاعة لله. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اللهم عليك بكل جان عطل عن الزواج حرقتك بأسماء الله الحسنى الله الحي القيوم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الواحد القهار القادر القاهر فوق عباده القادر المقتدر الحنان المنان الشافي الكافي المعافي من كل داء ومرض وعلة وسقم. الله أكبر. يزلزل كل شيطان رجيم. حرقتك بآيات الله العظام. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قالوا حرقوه أقسمت بعزة الله وبأسماء الله وكلام الله أن يحرق كل عارض في الأبدان فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت اللهم حرق وزلزل كل جان سكن الأبدان سكن الصدور ضيق الأنفاس اللهم اجعل دماءهم ولحومهم نارا على كل ظالم وخادم وعاشق من الجان الله أكبر ممن خدم الأسحار أقسمت بالذي خلقك من مارج من نار أقسمت بالذي شق سمعك وبصرك إلا انزويت وانطويت وانحرقت وخرجت إلا انزويت وانطويت وانحرقت وخرجت بأسماء الله العظام أتبعتك في كل عرق في البدن أتبعتك بسم الله العظيم أتبعتك بسم الله العظيم أتبعتك بأسماء الله في كل عرق في البدن إلا خرجت وانزويت وانطويت بعزة الواحد الديان قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تواصلوا معنا على الأرقام التالية 0552-94-00-50 أو على رقمنا الثاني 0779-93-41-40 أو على رقمنا الخاص 031-45-69-72 أو الالتحاق بنا على العنوان التالي بجوار السوق المغطاة رجاس ميلا أو التواصل معنا عبر شبكات التواصل فيسبوك كلينيك بوشيح.